أهلا بكم. حسب خبر نشرته جريدة النهار الجزائرية يوم 10 مايو سنة 2020، كان عنوانه إلغاء نظام تركيب السيارات والترخيص للوكلاء باستيراد مركبات جديدة، وكان نصه كالتالي: قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 49-51 باستثناءات القطاعات الاستراتيجية. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة الرئيس تبون قد صادق على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبية الجوزافية الوحيدة واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، كما تقرر إخضاع حساب الضريب على الثروة لسلم تصاعدي وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، كما تقرر أيضا مراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية والسيارات الجديدة، كما تطرق إلى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومراقبة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا. هل سيرضى أو سيقبل أصحاب المال ورجال الأعمال والأغنياء في الجزائر بقانون الضريبة على الثروة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجزائري تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؟ ما هي أو ماذا تعني الضريبة على الثروة؟ تعرف الضرائب على الثروة بأنها كل ما يقتطع ضريبيا من قيمة ما يملكه الفرد في لحظة معينة من عقار أو منقول، سواء كان هذا المنقول ماديا أو معنويا قابلا للتقويم، سواء كانت هذه الممتلكات تدر دخلا نقديا أو عينيا أو لا تدر أي دخل على الإطلاق. إن فكرة فرض ضرائب على الثروات أكثر ليست بفكرة جديدة، بل تحظى هذه الفكرة باهتمام كبير في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة مثلا، وخاصة آثار الارتفاع المتزايد في معدلات عدم المساواة في الدخل والثروة، العديد من المخاوف الاجتماعية والأخلاقية حتى بين مجموعة فرعية من الأثرياء، إلى جانب انخفاض نسبة الصعود على الاجتماعي، وذلك حتى تقلص الفروق بين الطبقات الاجتماعية. ومن بين أهم معالم الجدال العام الطارئ بسبب أزمة كورونا وعلاقة الدولة والقطاع الخاص وأيهما أكثر نجاعة، ولعل أحد مؤشرات هذا الجدال الأساسي هو ماذا قدم أصحاب الثروات لمواجهة الأزمة مقابل ما تقدمه الدولة، الأمر الذي آثار الكثير من الصخب قياسا بحجم الأموال التي قدمها رجال أعمال مغاربة، وذلك على سبيل المثال. ومن ثم يطرح السؤال: هل تحتاج الدولة لإقامة ضريبة استثنائية على الثروة؟ في ظل انهيار أسعار النفط وتزامنها مع جائحة كورونا، فإن الدول النفطية ستواجه مخاطر كبيرة تتهددها بعد انهيار أسعار النفط. يعتقد الخبير في مجال النفط ماتيو أوزانو بأن بعض الأنظمة التي تعتمد على النفط مثل الجزائر والعراق وإيران قد تتعرض للخطر وقد ينتج عنها عواقب مأساوية، وفق ما ينقل تقرير في صحيفة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية للكاتبة سارة ديفالو. وحسب ما ذكرت الصحيفة إنه لأول مرة في تاريخها انهارت أسعار النفط الخام الأمريكي يوم الاثنين الماضي لتصل إلى تحت الصفر في حدود حوالي -37.63 دولارا للبرميل، وصل إلى -38 دولارا، وكان سعر البرميل قد بلغ مع بداية هذا العام حوالي 60 دولارا، لكنه سرعان ما تراجع. وأضافت أيضا أن انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا وتقلص قدرات تخزين النفط شكلا معا العامل الذي يفسر هذا الانخفاض الهائل في أسعار الخام. وتساءل في ضوء تلك العواقب الجيوسياسية لهذا الانخفاض السريع للأسعار على الدول المصدرة للنفط. وفي واقع الأمر تعد الدول الأكثر تضررا هي إيران والعراق وفنزويلا والجزائر، بل تعد من الدول الأكثر تضررا بانخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط لأنه في بعض الحالات يكون النفط المورد الوحيد لهذه الدول.
لهذا السبب ينبغي الانتباه للغاية لما يحدث في هذه البلدان وخاصة في الجزائر التي تعتبر الأكثر تضررا، وذلك بسبب كون المحروقات هي المورد الوحيد للاقتصاد. عزيزي المشاهد، إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، شاركنا بتعليق واضغط على زر لايك، وشكرا للمشاهدة.